في حين البصبع يشتكي، الجزائر المستحمر يقف مدلولا في الطوابير على أبسط مقومات العيش. واستمعوا لهذا الفيديو أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن متواجدون ببلدية بني راشد أمام أزمة الحليب الحالكة. ها شوف هنا، رانا متاخذين شكارة الحليب هذه 6 شهور ما جاتني. 6 مواع وكي هدرت مع تاع مدير التجارة تاع واد الفضاء قال لي شندلكم. قلت له خرج لي زاجون تاعك يشاركوا بعملية التوزيع، مخلينا واحد هنا الولاد مساكين يروحوا يخراو، راهم دايرين مهلا يديروا لاشان على بيت شكارة تاع حليب. وما استمعتم إليه هنا متابعينا الكرام ما هي إلا عينة بسيطة من الإذلال الذي يتعرض له الجزائري من أجل أبسط مقومات العيش، من أجل أنه يشري شكارة ديال الحليب أو قطعة خبز أو قنينة زيت أو حتى قنينة غاز في دولة الغاز. ضروري ما يوقف الطوابير، ضروري من هذه المشاهد البائسة، ضروري من هذه الحالة الكارثية اللي عايشين فيها، مع العلم أنهم من المفترض دولة غنية بالنفط والغاز. وبمناسبة شهر رمضان ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، دائما في كل شهر رمضان المعاناة ديال الجزائريين على مقومات العيش كتزاد وتتضاعف بشكل أكبر. والمصيبة الكحلة هنا وهو أنهم ماشي التفتوا لهاد المشاكل اللي عندهم، لهاد المصائب اللي عندهم، وبقاو مقابلينها ولقاو لها حلول. لا، مع كل ذلك راضين بالدل اللي عايشين به وبالأموال ديالهم اللي كتصرف على مرتزقة البوليزاريو وعلى العداء مع المغرب، والنتيجة دائما لا شيء، كيبقاو فقط عايشين في هاد الدل اللي هما فيه. وبهذه المناسبة متابعينا الكرام بغيت نوريكم هذه المشاهد اللي كتبان الآن أمامكم على الشاشة. وهنا أشكر الصديق العزيز هشام السنوسي من مدينة العيون، المتواجد في مدينة العيون في الصحراء المغربية في أقاليمنا الجنوبية، اللي صور لنا هذه المشاهد من مرجان العيون، مركز تجاري ضخم في مدينة العيون في أقاليمنا الجنوبية. وكما تشاهدون الخيرات تبارك الله موجودة، كل شيء موجود، الحليب موجود، الزيت موجود، البيض موجود، اللحم موجود، الدجاج موجود، كل شيء، أي حاجة بغوها سكان مدينة العيون غادي يلقاوها، سواء غادي يلقاوها هنا، سواء غادي يلقاوها في المحلات، سواء غادي يلقاوها في متاجر أخرى، سواء غادي يلقاوها في أسواق نموذجية أو أسواق عادية، يعني كل شيء متوفر والحمد لله. ما كاين لا طوابير، ما كاين لا همج، ما كاين لا اقتتال على المواد الغذائيه، ما كاين حتى شي حاجه من هاد الامور. وغادي نخليكم متابعينا الكرام مع هاد المشاهد اللي صور لنا الصديق العزيز هشام السنوسي من مرجان، مركز تجاري مرجان، مرجان مول في مدينة العيون في الصحراء المغربية. ونعم متابعينا الكرام هذه صحراء مغربية اللي كيقولوا عليها محتلة والمغرب كيدير فيها وما عرفت شنو الدبابات وما إلى ذلك. مرجان في العيون داكشي اللي فيه ما كاينش في حضيرة الجزائر بأكملها، ما غاديش يلقاو شي مركب تجاري في حال هذا. ونخليكم مع هذه المشاهد متابعينا الكرام وأراكم في فيديو قادم.
Thank you.